ورجعنا لحضراتكم ودلوقتي بقى مع حوارنا. والنهارده هيكون معايا واحد من اساطير الكره الطايره في النادي الاهلي اللي لسه متواجدين ولسه متوجين ببطوله السوبر على حساب الزمالك وكسبانين مكسب كبير قوي 3-0. معايا اسطوره كره الطائره عبد الله عبد السلام. ولما بنتكلم عن عبد الله عبد السلام فاحنا هنا بنتكلم عن اسطوره بكل المقاييس، اسطوره اخلاقيه، اسطوره في الملعب، اسطوره في العاب الصالات عموما. كابتن عبد الله يعني تاريخ كبير واحترف بره، عمل اسم بره كبير، واحد في كاسات العالم والبطولات اللي شارك فيها اسمه معروف واسمه بارز، منتخب مصر كمان ومشارك في الاولمبيات ومشارك في كل تقريبا. كابتن عبد الله عبد السلام ما سابش حاجه في تاريخه ما عملهاش. بنرحب بكابتن عبد الله عبد السلام نجم النادي الاهلي للكره الطائره. اهلا وسهلا بك يا عبد الرحمن حبيبي ابودي، ربنا يبارك لك. اهلا وسهلا بك يا حبيبي. يعني فعلا قيمه كبيره جدا 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 بنتشرف بوجودها معانا، ويعني تاريخ كبير في العاب الصالات في كره الفولي. هبدا معاك على طول من ماتش الزمالك. يعني اللقاء ده كان بالنسبه لك ايه؟ لان دي بطوله بتتعمل لاول مره، بطوله السوبر، وبرضو انت من اللعيبه اللي ليها دور فني في الملعب. يعني انا بشوف ان انت مدير فني جوه الملعب على طول، فعايز اعرف بقى صعوبه الماتش ده والفتره اللي انتوا قضيتوها. يعني الموسم اللي فات كان في ماتشات لاول مره بنشوف فيها يعني حاجات كده غريبه شويه، لكن المره دي انت فعلا فعلا بتثبت ان فريق الفولي ده لا ينتهي. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، طبعا برحب بيك وبتشرف ان انا موجود معاك النهارده. اول حاجه ببارك للجهاز الفني المحترم بقياده الكابتن ميدو مسرحي، ببارك للعيبه الرجاله، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، ببارك لجماهيرنا اللي يعني اللي غايبين عننا بقالهم فتره في حضور المباراه. ان شاء الله رب العالمين عندنا بطوله عربيه ان شاء الله يقدروا يجوا يتفرجوا علينا. طبعا المباراه كانت مهمه قوي جدا بالنسبه لنا. خلي بالك احنا السنه اللي فاتت كنا حصل اخفاق في دوري وكاس، الحمد لله رب العالمين قدرنا يعني نختم الموسم ببطوله افريقيه، يعني حاجه نقدر نصالح بيها جمهورنا. بالنسبه طبعا لمباراه السوبر دي كانت مباراه ذو اهميه خاصه جدا. اول حاجه طبعا زي ما انت عارف ده لقاء اهلي وزمالك، ده لقاء خاص بره البطوله طبعا. تاني حاجه طبعا ودي كانت في المقام الاول اللي احنا السنه دي اتقابلنا مع الزمالك 4 مرات والحمد لله ربنا كرمنا بيهم بالفوز بنتيجه 3 مباريات. وده الفوز الخامس يا كابتن، احنا كده 5 انتصارات على نفس الفريق. مظبوط. ده كان الفوز الخامس. فانا بقول لك اهميه اللقاء اللي كان اللي فات دوت كله ادوار، يعني ادوار تمهيديه. كان المباراه رقم 5 دي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، اللي هي بطوله، يعني دي بطوله بتطلع بتتوج بكاس سوبر. فكانت تعليمات الجهاز الفني وبما ان كابتن الفريق واللعيبه الكبار اللي معانا اكدنا للناس اللي دي كانت لازم تكون اول لقاء بيننا وبين الزمالك. خلاص ننسى الـ4 اللي فاتوا، اللي يكون دوت اول لقاء بيننا وبين الزمالك. فاحنا خدنا المباراه بجديه، خدنا اللي احنا اول مره نشوف الفريق. طبعا حافظين بعض، عارفين نقاط الضعف والقوه. الحمد لله يعني ركزنا جامد جدا في الفنيات، ركزنا بالمحاضرات، ركزنا في تماريننا، والحمد لله رب العالمين قدرنا نحسم المباراه ب3 اشواط الحمد لله باداء مميز وكالعاده يعني الحمد لله لفرقتنا. طيب هتكلم معاك عن كابتن ميدو مصلحي والاستقرار الفني والفتره الكبيره اللي انتم قضيناها معاه. يمكن انت كمان بالذات لعبت مع كابتن ميدو مصلحي كلاعب وتحت قيادته الفنيه دلوقتي. الاستقرار الفني اللي عامله الفتره اللي فاتت دي حتى لو في دروب مره ولا حاجه، بس هو الراجل محافظ على الاستقرار الفني حتى في اختياره للشباب اللي بيطلعوا معاكوا. الامور دي كلها تعني ايه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي وليك؟ طبعا زي ما انت عارف يا عبد الرحمن، الفرق الكبيره او الكيان الكبير زي النادي الاهلي حاله الاستقرار بتؤدي للبطولات. ممكن يحصل اخفاق في نص المشوار وانت ماشي. طبعا كابتن ميدو انا طبعا اتشرفت ان انا لعبت معاه او لحقته في الملاعب، ويعني متشرف برضه كل مدير فني يكون بتاعي لحد دلوقتي. بنتكلم طبعا كابتن محمد مصالح عامل مشروع من يعني 4 سنين فاتوا، من دي السنه الخامسه ليه معانا. مشروع يعني محترم جدا، مشروع بيطلع فيه خامات للنادي الاهلي، مشروع شغال بيه للمستقبل. يعني احنا الحمد لله رب العالمين فرقتنا فيها عناصر خبره وعناصر شباب وعناصر ناشئين. كابتن ميدو مسرحي بيدي الفرص للناس كلها، بيتيح الفرصه للشباب اللي هم يعني يتعودوا معانا، الناس الخبرات اللي موجوده، يتعلموا مننا الاصرار، يتعلموا مننا العزيمه، يتعلموا مننا ازاي يحققوا بطولات. الراجل يعني والله يعني مش عشان انا عشرت الراجل ده في الملعب ولعبت معاه ومرني، الراجل ده بيحب النادي الاهلي جدا، الراجل ده يعني متقي ربنا في شغله، الراجل ده يعني بيحاول يحقق طموحات كبيره، يحقق احسن حاجات للنادي الاهلي. فطبعا انا بوجه له الشكر من خلالك، يعني مهما اتكلمت في حقه مش هقدر
اوصفه له، هو راجل محترم جدا، راجل بيشتغل بجهد، راجل بيشتغل بعزيمه، والحمد لله رب العالمين ربنا بيكرمه وبيسبق كل بطوله وكل سنه للراجل دوت جدير اللي هو يبقى مدير فني النادي الاهلي. طيب هسألك بس سؤال، بما ان انت كمان معاك اجيال جديده طالعه، شايف الجيل اللي طالع معاك وده ازاي معاك ومع احمد صلاح ومع الكابتن ميدو مصلحي، الناس الجديده اللي طالعه معاك دي ودوركم انتوا معاها ان انتوا تنقلوا لهم ثقافه الفوز وثقافه احتكار البطولات، اللي احنا تقريبا الفولي ما فيش بطوله بيشاركها ما بياخدهاش، اذا كان حصل مثلا في سنه او حاجه ده استثناء، لكن العادي ان احنا سلسله الانتصارات المتتاليه، سلسله اللا هزيمه، الكلام ده كله ده العادي بتاعنا، الجيل الحالي بقى هتنقلوا له الثقافه دي ازاي؟ والله يا عبد الرحمن طبعا سواء يعني الشباب اللي صاعد الواعد من الفريق الناشئين والشباب، او سواء اللعيبه اللي احنا بندعمها باختيار المدير الفني، طبعا انت عارف ان الحمد لله رب العالمين بيبقى اهم حاجه عين المدير الفني على اللاعب اللي هو الشخصيه اللي تيجي اللي هو من سمات النادي الاهلي، اللي هو يلبس التيشيرت الاحمر خلاص يخش معانا في الصف، يعني يلتزم معانا في التمارين، يكون عنده عزيمه واصرار، بتولد كده كده موجوده معاه، فده بيهيأ لك حاجات كتيره، بيوفر لك مجهود كبير، خلاص هو اللعيب شخصيته قويه جاي، خلاص هو اتحط في منظومه النادي الاهلي، في كان النادي الاهلي لعيب خلاص التزم في التمارين، خلاص ابتدى يحط اول رجليه على البطوله، مع اول بطوله خلاص بيمشي في التراك، كلهم طبعا لعيبه محترمين، كلهم لعيبه الحمد لله يعني ذو مهارات وذو فنيات وذو اخلاقيات عاليه، بيساعد المدير الفني على الانسجام، فيعني ان شاء الله رب العالمين مستقبل النادي الاهلي خير ان شاء الله رب العالمين، الناس اللي موجوده كلها ان شاء الله رب العالمين هتبقى على احسن حاجه باذن الله. طيب التحديات الموسم ده كتير ومستمره، التتويج بالبطوله دي هو يعتبر البدايه بالنسبه لنا، يعني ان شاء الله دي اول بطوله في موسم 23، لكن احنا عندنا لسه موسم طويل وعندنا تحديات كتير الموسم ده، شايف صعوبه الموسم ده في ايه؟ والله هي صعوبتها طبعا اول بطوله بالنسبه لنا هي السوبر، دي كانت مهمه جدا، فالحمد لله ربنا كرمنا بيها، دي احنا خدناها مفتاح لينا، طبعا احنا التارجت بتاعنا احنا ان شاء الله رب العالمين داخلين كل البطولات ان شاء الله، كمان ايام الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله عندنا البطوله العربيه، وان شاء الله ده الهدف الثاني ان شاء الله، بعد ما نخلص على خير باذن الله داخلين الدوري، وبعدين عندنا الكاس، وبعد كده عندنا بطوله افريقيا ان شاء الله شهر 5، احنا بناخدها ستيب باي ستيب. هو ده اللي احنا بنوصله للناس، احنا خدنا بطوله بنفكر في البطوله اللي بعدها، ده العادي اللي احنا متعودين عليه منكم يا كابتن. يعني خلاص احنا بالنسبه لنا خلاص بكره ان شاء الله رب العالمين اول تمرينه، خلاص قفلنا الصفحه بتاعت موضوع السوبر، خلاص ان شاء الله يوم الاثنين عندنا بطوله ثانيه، خلاص ان شاء الله رب العالمين متارجتينها ان شاء الله زي ما انت عارف الحمد لله رب العالمين هنلعب على المركز الاول، وان شاء الله هنبقى ابطال باذن الله رب العالمين، فان شاء الله كل تركيزنا دلوقتي صب على البطوله العربيه، طبعا بطوله قويه، بطوله كل الانديه العربيه جاي كل واحد معاه اثنين محترفين على اعلى مستوى، ربنا يكرم ان شاء الله، احنا برضك معانا محترفين محترمين جدا، معانا لويجي محترف ايطالي، معانا يوندر محترف كوبي، الحمد لله رب العالمين كلهم بيظبطوا كل بطوله وكل يوم وكل اسبوع بيظبطوا اللي هم لعيبه محترفين على مستوى، يعني نقدر نستفاد بيهم ونقدر ناخد منهم احسن حاجه ممكنه ان شاء الله. طيب عايز اتكلم معاك عن دور مجلس اداره النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ودور اداره النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، طبعا المره دي عاملين موسم استثنائي كمان في حتى في الانتقالات وفي الحاجات اللي جايه من بره النادي، يمكن شايفين تجديد كتير تحديدا كمان في فرقه الفولي. طبعا انا بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، طبعا انا بشكره جدا طبعا بعد مباراه السوبر تلقى اتصال معاه، بارك لي وبارك لي للفريق وللجهاز الفني، ووصل لي رساله ليهم اللي احنا ان شاء الله رب العالمين اللي جاي انا يعني على طاقم الشخص ان شاء الله رب العالمين نقدر نحققه ونقدر نفرح الجماهير، وبارك للجهاز الفني كله، بشكر معالي الوزير العمري طبعا في ظهرنا على طول ومعانا في كل وقت، معانا في كل مشوار، هو تقريبا اكتر حد مسؤول عن ملف الصالات هو معالي الوزير العمري. مظبوط 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 طبعا مظبوط، من اول يوم او من اول قبل لقاء الزمالك في الادوار التمهيديه جه اجتمع معانا وجه قعد معانا وشد من ازر الفريق، طبعا بشكره جدا، حاضر طبعا الفاينل، وطبعا بشكر كابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي، طبعا مش متاخر على الفرقه في اي حاجه، بيلبي طلباتها كلها، طبعا انت عارف منظومه النادي الاهلي كلنا اسره واحده وكلنا عايزين الهدف اللي هو تحقيق البطولات واللي احنا يعني نخلي اسم النادي الاهلي في اعلى مكانه، فطبعا بشكر كل اعضاء مجلس الاداره المحترمين، وبشكر كابتن محمود الخطيب، وبشكر معالي الوزير وكابتن خالد عوضي، بشكر النشاط الرياضي، بشكر طبعا الجهاز الفني والاداري والطبي كلهم على مجهودهم الشاق اللي معانا، بشكر الناس كلها، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله نقدر نحافظ على مكانه النادي الاهلي
ونوصل بيه العالمية بإذن الله رب العالمين. طيب الاستقرار الفني اللي كنت بتكلم عليه من شويه مع حضرتك كابتن، الكابتن ميدو مصلحي بقاله سنين ومستمر معاه، التاثير الاستقرار الفني ده معاكم والانسجام بينكم وبين الجيل اللي طالع تاني من اللعيبه الصغيره اللي طالع معاكم في الفتره اللي جايه في المسابقات اللي جايه والفتره اللي جايه مع كره الطايره؟ والله عبد الرحمن احنا كل سنه يعني كابتن ميدو بيحاول يجدد في الفريق على ما يقدر، بيحاول يخش عناصر جديده في الفريق. طبعا في شباب صاعد واحد موجودين بيساعدونا يعني بشكل كويس جدا وبمجهود عالي جدا، وقت ما بنحتاجهم بيبقوا موجودين، وقت ما الجهاز الفني يعني بيحتاج اي حد فيهم يعني بيأدوا بشكل محترم بيقدروا يفيدوا الفريق. دي حاجه مميزه جدا موجوده عندنا ممكن ما تكونش موجوده باقي الفرق. ده بيرجع طبعا زي ما قلت لك للتفاهم الانسجام، فان شاء الله رب العالمين الفتره الجايه حتى كابتن ميدو مسلح في بعض اللقاءات ان شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله يعني جميع النادي الأهلي إن شاء الله هشوف وجوه جديدة إن شاء الله بشكل محترم بشكل احترافي إن شاء الله يقدروا يشرفوا النادي الأهلي بإذن الله. كابتن عبد الله يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا مش عارف أشكرك إزاي على التواجد معانا النهاردة، لكن عايزك تقول كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. طبعا أول حاجة عبد الرحمن أنت أخ وعزيز وغالي عليا وعشرة العمر. ده ربنا أنا يخليك، اللي ده مبسوط يعني أنا أتشرف بده جدا يا النهاردة. كابتن والله. لا يا حبيبي وتشرفت ان اكون موجود معاك، ويعني كتر خيرك اللي يعني من خلال برنامجك اللي انت بتبارك لنا وبتجيب بفريق الكره الطايره، ده واجب دي على حاجه كل افراد مسابقه قناه نستر الاهلي، بينا. وقناه النادي الاهلي دايما بتدعم في كره الطايره وكل الالعاب الاخرى، والبرامج كلها بتفخر بوجود فرقه زي كره الطايره الماسترز، دول فرقه يعني من احسن الفرق اللي جت في تاريخ النادي. طبعا انا بشكرهم كلهم وبشكرك. طبعا رسالتي لجميع النادي الاهلي طبعا بقول لهم وحشتونا. ان شاء الله نقدر نساعدكم وزي ما بنفرحكم في كل بطوله ان شاء الله رب العالمين ندخلها باذن الله نحافظ عليها ان شاء الله. مستنيينكم بطوله عربيه ان شاء الله، البطوله العربيه بالجماهير ان شاء الله مستنيينكم ان شاء الله، يعني نبقى ايد واحده كده نقدر نفرحكم ان شاء الله. تبقى سنه سعيده على النادي الاهلي في جميع الالعاب ان شاء الله باذن الله. وربنا يوفق النادي الاهلي ونشوف النادي الاهلي احسن نادي في الدنيا باذن الله. كابتن عبد الله انا بشكرك جدا، ويعني اتشرفت بوجود حضرتك معانا في 7 داي سبورت هنا، ونتمنى كالعاده الماسترز يشرفونا في الدوري والكاس وفي البطوله العربيه اللي احنا يعني ان شاء الله هنعمل فيها حاجه كويسه. كنت فخور بوجود كابتن عبد الله عبد السلام اسطوره الكره الطائره وكابتن فريق الكره الطائره معانا في 7 داي سبورت، ومفيش ختام اجمل من كده اختم بيه النهارده 7 داي سبورت. احد اساطير النادي الاهلي شرفنا ونورنا، وان شاء الله يكون دايما النادي الاهلي باب الاساطير. وهنا تنتهي حلقتنا من 7 داي سبورت، وإن شاء الله على موعد الأسبوع المقبل. وفي الختام خير سلام.